صعب صعب. اولا وثانيا يعني ما راح يكون في امان بسوريا يعني. في حال رجعت على سوريا بس بشوف هيك فيديوهات هيك بتذكر يعني سوريا وبتذكر شو صار بسوريا وكيف كان القصف وكيف كنا نشوف يعني بس يصير قصف عنا بدير الزور كيف مثلا نشوف الاطفال عم تموت كيف عم نطالع الاطفال من تحت الركام يعني عم تذكرني بشيء فظيع بالماضي وكيف كان اولادي بس بيشوفوا الطياره وبدها تبلش تقصف اللي بيتخبى تحت الدرج اللي تخبى بقلب الخزانه فشافوا عندي اولادي شافوا مناظر جدا بشعه. السفارة حتى يعني إذا ما كان فيني خطأ يعني ما في خطر أنا مطلوب احتياط هاي أول شيء قلتها ورح أرجع أقولها مرة تانية ما فيني أروح على السفارة وأعرض حياة أهلي بالخطر. Take information about them where they live where they go who they meet and send this information to the security in Syria. So it's a problem for not the refugees themselves, it's a problem for their parents in Syria who are still there under the regime control.